عمير بن الحمام يأتي مسرعا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقف أمامه ثم يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد وصلني أنه ما بيننا وما بين الجنة إلا أن نقاتل هؤلاء. قال: نعم يا عمير، نعم يا عمير، ما بينكم وما بين الجنة إلا أن تقاتلوا هؤلاء. وإذا بعمير وكان يحمل في يده تميرات، وإذا به ينظر إليها ثم يرميها وهو يقول: والله، والله، إنها لحياة طويلة إن بقيت لآكل هذه التمرات، والله إنها لحياة طويلة إن بقيت لآكل هذه التمرات. وينهض عمير بسيفه ويدخل معمعة المعركة، وتمضي روحه إلى الله شهيدا مجاهدا في سبيل الله. هذا درب الفلاح، هذا درب الرجال، هذا درب العظماء، هذا درب العمالقة، هذا درب الصناديد. ولم تنتهي قصة الأبطال، فما زال هناك رجال، ما زال هناك عظماء. وإن مضى هؤلاء ومضت بطولاتهم، فها هم الرجال يأبون إلا أن يعيدوا لنا حكاية الرجال. ها هم أبطال غزة يعيدون لنا قصة أنس، ها هم أبطال غزة يعيدون لنا حكاية عمير بن الحمام، ها هم صناديد غزة يعيدون لنا قصة عمرو بن الجموح، ها هم يعيدون لنا دروس الكرامة والعزة. قف اليوم لغزة وحي من فيها، قف اليوم لغزة وحي من فيها، قف اليوم للقدس وحي من فيها، إن رجال الله تحميها. أحبتي، ماذا صنع هؤلاء الرجال وهم يعيشون في بقعة بالكاد، بالكاد والله أن تراها على خريطة العالم بالعين المجردة، لكنك تراها وستراها بعين العزة، ستراها بعين الكرامة. غزة الفقيرة ماليا، غزة المحاصرة منذ 15 عاما، 22 دولة بقوتها، بعتادها، بجيوشها التي لا يعرف أولها من آخرها، لم تستطع أن تضرب تل أبيب، لكن غزة المحاصرة قد فعلتها. لله درهم من رجال، لسان حالهم: إن 2000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة واحدة من حديد، إن 2000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة واحدة من حديد. لله دركم يا رجال، لله دركم يا أبطال. تخيلوا معي أن غزة المحاصرة جعلت رئيس وزراء الكيان الصهيوني على مدار 4 أيام في الملاجئ. أين سلاحكم يا عرب؟ أين عتادكم يا عرب؟ أين سلاحكم يا عرب؟ أين عتادكم يا عرب؟ والله لو أعطيتم أهل غزة 1% من أسلحتكم لتحررت فلسطين. أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم وضلوا في مواقعكم. أخبروني متى تغضبون؟ إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت، إذا ديست كرامتنا قد ديست، إذا قتلت معالمنا قد قتلت، إذا هدمت مساجدنا فلقد هدمت. أخبروني بربكم، أخبروني بربكم، يا من أسلحتكم صدئت، يا من جيوشكم تستعرضون لنا فيها على الشاشات ليل نهار، يا أصحاب الأسلحة والصواريخ والقاذفات، إن مصر نبيكم يدافع عنه بالحجارة، فيا للعار، يا للعار، مصر نبيكم
سلاحي، قد تعبت من الخطب، ما عاد يجدين التكلم يا عرب، ما عاد يجدين التخاطب والهرب. يا مسلمون، يا مسلمون وثار في قلبي اللهب، يا مسلمون وكلنا تحت العذاب بلا سبب. أموالنا في غير نصرة ديننا، في غير نصرة أرضنا، في غير نصرة عرضنا، وسلاحنا أضحى حطب. تحت الطواغيت انتحرنا، تحت الطواغيت انتحرنا، أو سجدنا أو خضعنا تحت حكم أبي لهب. أواه يا جيل الدنب، أواه يا جيش البطولات المجاهد في الكتب، هل يخرج الأبطال من ورق الكتب؟ إني لا أسأل في عتب، إني لا أسأل في عتب. أين الملايين التي زادت على عد الرتب؟ أين السلاح وأين جند المسلمون؟ أما لنا غير الكذب؟ أو ما لنا قائد للدين والإيمان والتوحيد دوما ينتسب؟ إني لا أقسم بالذي برع البرية، إني لا أقسم بالذي برع البرية من عدم وأقام أسباب النعم. لن ينصر الإسلام إلا من تمسك بالقيم وأقام شرع الله في كل الأمم. أقسمت بالرحمن، بالله العظيم، بالرحيم، بالقوي المنتقم. لن ينصر التوحيد إلا من تكفن بالعقيدة واليقين وبالعزيمة والهمم. أقسمت أن الدين منصور، أقسمت أن الدين منصور، وأن الكفر مدحور، ولو جاروا ولو قالوا ولو طال الظلام. أحبتي، أحبتي، أريد أن أطمئنكم أننا نحن بخير. لا أقول لكم أن غزة بخير، لأننا نحن بخير ما دامت غزة بخير. نحن بخير ما دام أن خلفنا رجال، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، والله وبالله وتالله لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خرج أهل غزة لسان حالهم، فإما حياة تسر الصديق، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدة. خرجوا وحدهم وقد تركتهم الأمة يقاتلون، لكن يا أهل غزة صبرا، يا أهل غزة صبرا، فإن موعدكم الجنة. لكن يحزننا والله أن نرى مشاهد الأطفال ولا تحرك في حكامنا ساكنة. إننا والله ليؤلمنا أن نرى مشاهد الأطفال والرضع، حتى الأجنة في بطون أمهاتهم حرقوهم، وكله هذا أمام مرأى هذا العالم. لكن ماذا بوسعنا أن نصنع؟ يا قلة حيلنا، يا قلة حيلنا أمامكم، يا قلة حيلتنا أمامكم يا أبطال غزة. لكن نقول أيها المجاهدون في غزة، أيها الأبطال في غزة، احتفظوا بأحذيتكم، فإن متاحف العالم ستطالب بها يوما من الأيام. احتفظوا أيها المجاهدون بأحذيتكم، فإن متاحف العالم ستطالب بها يوما. وأقول ختاما لحكامنا، إن كنتم قد أفسدتم علينا دنيانا فلا تفسدوا علينا آخرتنا، إن كنتم قد أفسدتم علينا دنيانا فلا تفسدوا علينا آخرتنا. خذوا الذهب والفضة، خذوا الأموال والحكم، لكن افتحوا لنا الحدود لنجاهد. خذوا الأموال لا نريدها، خذوا الذهب، خذوا الفضة، خذوا القصور، خذوا الأموال، خذوا الثروات لا نريدها، لكن دماؤنا تريد أن تنغمس جهادا في ساحة
الصلوات الأقصى، لكن أرواحنا تريد أن تفدي نسائنا في ساحات بيت المقدس. افتحوا لهذه الشعوب الحدود، افتحوا لها كي تصلي صلاة الفتح وصلاة النصر وصلاة التبات والتمكين في ساحات بيت المقدس. لكن من وضعهم أعداء الله على رقابنا كيف يسمحون لنا أن نقاتل أعداء الله؟ لكن صبرا ثم صبرا ثم صبرا، فموعدنا بإذن الله ساحات النضال. صبرا ثم صبرا ثم صبرا، فموعدنا بإذن الله أيها الجيل، أيها الجيل، موعدنا بإذن الله ساحات النضال، موعدنا بإذن الله أن تلتحم سيوفنا وبنادقنا في ساحات المسجد الأقصى. سنصلي في المسجد الأقصى فاتحين، سنصلي صلاة الفتح، نقسم بالله يقينا على الله، رغم أنوف حكامنا، رغم أنوف الذين خانوا، رغم أنوف الذين طبعوا، رغم أنوف الذين استسلموا، نقسم بالله أننا سنصلي رافعين رؤوسنا في المسجد الأقصى. اصنعوا ما شئتم، سافروا بطائراتكم، طائرات العرب التي قصفتنا بالأمس، طائرات العرب التي كان يقودها مواطنين عرب قد قصفت أبناءكم وأطفالكم في غزة. لكن والله سيأتي اليوم الذي تدفنون فيه رؤوسكم في التراب كالنعامات ونحن نرفع رؤوسنا كالأسود. سيأتي يوم، يا من خنتم، يا من طبعتم، يا من أكلتم الحرامة على دماء أهل غزة، يا من أكلتم الخبز وأخذتم المال مغموس بدماء الأطفال والأبرياء في غزة، اعلموا أننا سنجاهد يوما وستروننا على أطلال فلسطين وعلى أطلال غزة مجاهدين بإذن الله. وأقول لكم سيبقى الفلسطيني مدني وإن حمل السلاح، سيبقى الفلسطيني مدني وإن حمل السلاح، وسيبقى الإسرائيلي مستعمر ومغتصب وإن كان يستجم على شاطئ البحر، وسيبقى الإسرائيلي مستعمر ومغتصب وإن كان يستجم على شاطئ البحر. أقول ختاما، سدت دروب الشعر وأغلقت أفواهه وباك قلبي بعد ذلك باكيا، لما حيل بيني وبين مناي قهرا، عشت ذل القعود وبعتها لمليكي، بعتها للذي لا يرتضي لعباده ذلا ولست أرضى هاليا. أبتاه روحي في المعارك غاشية، أتحول بيني وبين روحي ونفسي، أبتاه نفسي لا تريد غواني، مالي وللدنيا ما لها مالي. أبتاه جعفر في المنام بدالي ويصيح بي ألا لحقت ركابي، أبتاه إني أرى في غزتنا مهجا تروي لنا الآلام تواليا وتواليا، هناك يريدون لأعراضهم ردا وهنا إخوتي يتغزلون بأختي، هناك يطلبون لجوعهم سدا وأنا ها هنا أعاف طعامي، هناك يأمنون لأطفالهم أمنا وأنا زواد ها هنا آمالي. وإسلاماه، وإسلاماه كالسيف الذي صال محطما لقيودي، ومعتصماه كالسهم الذي تار محريا لهم ولي، أبتاه أقسم بالذي خلق الحياة لحكمة ودا رب العزيز يشهد عهدي، أن أضل في ساح المعارك غاشية أجود بروحي كما أجود بنفسي، فإما أن أعود للقدس الحبيبة رافعا رأسي والجنود ورائي، فإما أن أعود للشام الحبيبة
رافعا رأسي والجنود ورائي، أو أن أعود للقدس الحبيبة ببسمة رسمت هناك على شفاهي قبل مماتي، شهادة ورب البيت فزت بها، شهادة أقبل بها حوريتي بشفاهي، أرفرف بها تحت ظل العرش كطير أخضر، فارتقب أبتاه، فارتقب أبتاه، فارتقب أبتاه، فارتقب أبتاه، ذاك موطني وذاك مكاني. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات أن تنصر أهلنا في غزة. اللهم عز النصير فانصرهم، اللهم عز النصير فانصرهم. اللهم إن لنا في غزة أطفال الرضع، اللهم إن لنا في غزة أطفال الرضع وشيوخ الركع وشبابا سجد. اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن خذلهم. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا، اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا. يا مدرك التارات أدرك تارنا، يا مدرك التارات أدرك تارنا، يا مدرك التارات أدرك تارنا. يا ربي يا ربي إن أهلنا في غزة مستضعفين فقوهم، يا رب قوهم، يا رب انصرهم على من خذلهم، يا رب انصرهم على من ظلمهم، يا رب ارمي معهم إذا رموا وسد عنهم إذا رموا، يا رب ارمي معهم إذا رموا وسد عنهم يا ربي إذا ما رموا. اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الطغاة آية، اللهم أرنا في المتجبرين آية، ولا ترفع لليهود في غزة راية، اللهم لا ترفع لليهود في غزة راية، اللهم لا ترفع لليهود في غزة راية، ولا تحقق لهم في القدس وغزة غاية. يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، انتقم لأهلنا في غزة، انتقم لأطفال غزة، انتقم لشباب غزة، انتقم لرجال غزة. يا ربي نصرا قريبا، يا ربي فتحا قريبا، يا ربي تحريرا قريبا، يا ربي افتح لنا الحدود والسدود نقاتل في سبيلك، يا ربي افتح لنا الحدود والسدود نقاتل في سبيلك. يا ربي صلاة في الأقصى، يا ربي صلاة في الأقصى، يا ربي صلاة في الأقصى، فاتحين محررين مهللين مكبرين، يا ربي شهادة على أسواره، يا ربي شهادة على أسواره، يا ربي شهادة على أسواره، مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين.